نتفرج معاه يوم يعني السبت ساعة عشان عبد الله بس السعيد توتة نقول له اهدى، هو دلوقتي هدي اكيد وعبد الله حبيبنا وكل حاجة. طبعا مش راضي يقول اسم عبد الله، مش عايز يقول اسم، مش عايز والله يا ابني خلاص. والله يقول لي رقم 19، اقول له طب قول لي احنا نعرفه كويس، قال لي لا. توتة متعصب جدا. ابقى اتفرج معاه يوم السبت عشان يهديك بقى، عشان لو في حاجه. لا وفهمي بصراحه مبدع جدا في الماتشات كمان. يعني بيعمل جو كده وبيأمن علينا قبل الماتش. بتجمعوا قبل الماتش بشويه تتكلموا وتستنوا الماتش؟ لا احنا قبل الماتش يومين بيومين مثلا، فاهم، يبتدي يكلمنا انتوا فين انتوا مش عارف ايه، طب يلا الماتش بعد بكره مع بعض بتاع الحاجات دي. يعني هو لسه مكلمني بس انا للاسف في الساحل، فعشان كده ما عرفتش والله العظيم، مش عارف اتفرج معاه الماتش ده، بس ان شاء الله بامر الله هنكسب. ويا رب فاينل يكون بيسمع الحلقه دي ويعمل التشكيل ده يعني. يا رب ان شاء الله. ده يعني هيشوف الاصلح يعني يا توتا يعني. بالظبط يعني. ان شاء الله بس الاصلح ليه، وهو اعتقد عنده الرؤيه الفنيه اكيد افضل مننا بكتير يعني، هو اللي جوه الفرقه وهو اللي عارف ظروف الفرقه، احنا بس بنشوف الظروف من بره، لكن دايما وانا عشت التجربه دي دايما المدرب عنده ديتيلز وحاجات صغيره الناس مش شايفاها. مش عارفينها احنا يعني. بالظبط بالظبط، لكن نتمنى انت احنا انت اتفرج مع احمد درويش بقى توتا، ربنا يعينك. الله يعني. احمد درويش ده مدير اعمال او مدير اعمال زملكاوي ولا اهلاوي؟ جدا اهلاوي وصاحبنا قوي يعني. اوكي بس كده يعني انت خلاص خارج، مش هتتفرج معاهم. انت احمد حسن، كابتن احمد حسن، هشام العمري، هشام العمري طبعا، دكتور حسام غنيم، الدكتور يعني اعظم دكتور جهاز هضمي يعني تقريبا ومناظير، واهلاوي برضو. انا بلم كل الاهلاويه عندي واقعد اتفرج يعني. وتقعد تتفرج ونقعد، وبعد ما نخلص بقى نطلع بقى نتخانق على طول. ليه بس؟ ربنا هيجيب الخناقه مع نفسنا. الماتش ده يخلص كام كام يا توتا؟ ممكن يخلص كام كام؟ بامر الله ان شاء الله باذن الله 3-0. 3-0 قول بس الناس تيجي بقى. الفكره الناس تيجي فين؟ ان شاء الله يجوا الملعب بقى. الايه؟ النادي. طب بص، طيب متشكرين قوي يا يعني. احنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله فعلا يحققوا نتيجه ان شاء الله باذن الله، يعني تليق فعلا والله العظيم بمباراه قمه فعلا كبيره لها استعدادات خاصه. وزي ما قلنا يمكن في اول الحلقه دي مباريات من المباريات الغير متوقعه يعني. انت بتحاولي تتغلبي بس ما علينا ما علينا. والله العظيم ابدا. لا لا ان شاء الله هتبقى مباراه كويسه ان شاء الله باذن الله. مرسي لك يا توتا وتيجي بالسلامه يا رب.